ما قالوا نبي ناخذ لنا مسار ثاني. اي اسلم. انت مثل ما ندري صغير عمر يعني ما انتبه ما شاء الله تبارك الله يعني اصغر مني وكبري. اي ففيه لك قصه مع التعليم. اي والدين يسمع. هذا طال عمرك انا موظف طبعا اداري في مدرسه. اي وجاء وقت من الاوقات الزموا تقريبا الاداريين المدارس انهم ياخذون دورات في الحاسب الالي. نعم. دورات طلبوا من المعلمين الحاسب الآلي يسوون دورات الموظفين الإداريين في الحاسب الآلي عشان يعرفون طريقة الدخول على نظام فارس وبرنامج نور وهالطريقة هذه. فجينا نحضر الدورة في نفس المدرسة والدورة يزينون لكم إياها اللي مدرس الحاسب الآلي. مدرس الحاسب الله الله. أي الله الله. أنا متصور أن الموضوع من أول أنه تسهيل يعني أثر الحاسب الآلي صعب. أنا متصور إنه بس وورد واكتب وصلى الله وبارك. طلع بحر ما هو بسهل. تشغيله وتشغيله وشغله. فكتبت لي أبيات على هالموضوع وأوجهها للأستاذ نفسه اللي بيعطينا الحاسب الآلي أبي يكود الله يهديه فكنا منها. وتقول اسمه خلى إنسان يبي يشوف. هذا أبو حميدان أستاذ الشمري من عندنا في روتسدير كان مدرس عندنا. الله يذكره بالخير ويمسيه بالخير. والله أني مبطل عنه. الله يمسيه بالخير. الله يمسيه بالخير. فأقول له يا أستاذ عدينا العلوم الجديدات السمع ضعف وعين راسي تسفيفة الله هلا والشيب خذ من عارضي له مساحات وربيع عمري راح وأقبل خريفة وبازي من العمر الوظيفي سنيات ومن عقبها نطوي سنين الوظيفة السلام وبيني ويني وين أهل المعرفة بدورات والحاسبة لا لعلومها كليفه من قبل تلحزني ملامه وشرهات بينت هالك والخواطر نظيفة وإنسانها لابد هالدرب بالذات عليك زفلته وببني رصيفة الله الله عليك زفلته وببني رصيفة الله الله زين الأمور بس وحنا ختمتها ختمة زينة وهذه اللي يميز الشاعر إنه يجيب حاجة غير التقليدي اللي كل يطرق وأحيانا الختام الواحد أنا أحرص على الختام شوي أحيانا يكون مرتبط بالناس شوي إذا صار تعلق فيه الناس يمكن يدوم معهم شوي صحيح يصير يحاكيهم يعني الله الله ما في الله.